وينضم إلينا من مقر الحوار الوطني مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، يعني ضعنا في الأجواء لديك، ما هي تفاصيل الاجتماعات والأجندة المزمع يعني مناقشتها خلال اجتماعات الحوار الوطني؟ برحب بك وبكل متابعينا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، هذا الاجتماع الرابع الذي طرح من خلاله عدد من النقاط والمحاور. في هذا الاجتماع أيضا سوف يتم الانتهاء من تشكيل اللجان الفرعية الخاصة بعدد من المحاور السياسية والاقتصادية وأيضا المجتمعية، وأيضا يتم الانتهاء من صياغة المادة 18 الخاصة بهذه اللجان وإطار العمل داخل مجلس أمناء الحوار الوطني. أيضا لو تحدثنا عن اللجان الفرعية التي تم تشكيلها داخل عدد من المحاور من المحور السياسي، والذي تناول عدد من القضايا المهمة الخاصة بالتمثيل النيابي، الحريات العامة، حقوق الإنسان والأحزاب، وأيضا العمل السياسي لدى جميع الأحزاب. أيضا لو انتقلنا للمحور المجتمعي، والذي يعني تخصص في عدد من القضايا المهمة، منها القضية السكانية، الصحة، التعليم، وعدد أيضا من المحاور المجتمعية التي أثر عليها عدد كبير من التحديات الاقتصادية والسياسية، لكن كان المحور الرئيس اليوم لهذا الاجتماع هو المحور الاقتصادي، والذي تناول عدد من النقاط والتحديات والقضايا الاقتصادية والتي تمثلت في الاستثمار الاقتصادي، أيضا ضبط الأسواق، مراقبة الأسعار، وأيضا خاصة بالعديد من المحاور الاقتصادية والتحديات المتعلقة بعجز الموازنة، وأيضا ضبط هذه الأمور والمشاركة المجتمعية في الكثير من المحاور. تطرق أيضا هذا الأمر لعدد من المحاور الأخرى المكملة لبعضها والمؤثرة أيضا على المحور المجتمعي والاقتصادي والسياسي، والانتهاء من تشكيل اللجان الفرعية الخاصة بتنظيم عمل مجلس أمناء الحوار الوطني في الجلسات المقبلة. وأيضا في هذه الجلسة أو الاجتماع الرابع تناول أيضا الانتهاء من تشكيل كافة اللجان الفرعية وإنهاء الصياغة الخاصة بالمادة 18 المتعلقة بنظام وإطار العمل داخل مجلس أمناء الحوار الوطني. عودة لك مرة أخرى. أشكر جزيل الشكر رامي محمد، مراسل التلفزيون المصري.